قرآن وواقع. رحلات يومية من واقع الإنسان إلى حقائق الإيمان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مثل نور الله وهدايته في قلب المؤمن. يقول الله تبارك وتعالى: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة زيتونة مباركة، زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، إلى آخر الآية. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات، قرئ بكسر الياء مبينات، وقرئ بفتحها مبينات. مبينات يعني واضحات، ومبينات يعني واضحات وموضحات لغيرها. وقراءة حفص بالكسر مبينات. الله أنزل لنا في هذا القرآن ثلاثة أنواع. النوع الأول الآيات المبينات التي توضح كل قضايا الهداية في الدين، ما ترك الله من شيء إلا وضحه لنا في هذا القرآن. النوع الثاني مثلا من الذين خلوا، ومثلا من الذين خلوا من قبلكم، أي خبرا عجيبا من جنس أمثال الأمم السابقة، كخبر يوسف عليه السلام ومريم وما مر من الأمم، وكيف عندما خالفوا ربهم أهلكهم الله وعاقبهم في الدنيا قبل الآخرة. والنوع الثالث وموعظة للمتقين، موعظة يعني نصيحة مقرونة بما يثير الرغبة والرهبة للمتقين، يستفيد منها من يتق الله ويخشى الله فيجتنب ما نهى الله عنه، فيستفيد من هذه الموعظة ويتعظ. ثم يقول ربنا تبارك وتعالى: الله نور السماوات والأرض، أي منورها. أضرب لكم مثال. هذا النور المنبعث في التلفزيون يتوزع على الشاشة، ثم تجد في الشاشة دول وأشخاص ورجال ويذهبون وهكذا إلى آخره، ويتكلمون، هذا يخطب وهذا يضرب وهذا. اقطع التيار الكهربائي، أطفئ النور، لا يبقى شيء. فهذا النور هو المحرك لكل ما ترى في هذا التلفاز، ولله المثل الأعلى. فالله تبارك وتعالى نور السماوات والأرض، أي منور السماوات والأرض، فهو ينورها بكل ما تحتاج إليه من قوة ومن عمل ومن تصرف ومن سلوك. الكواكب، السيارة، ينورها الله ويضع فيها قدرة أو حرارة أو كذا إلى آخره، أو بعضها مظلمة خافتة يظهر عليها انعكاسات وإلى آخره. البشر، من الذي خلقهم ووضع فيهم القدرة ووضع فيهم الهداية؟ الله تبارك وتعالى. فهذا النور الإلهي هو يوزعه الله سبحانه وتعالى، نوره يوزعه في الكون، فتجد الكون عامر فيه كل ما تراه من خير ومن حركة ومن سكون في هذا الكون، كله بفعل الله تبارك وتعالى الذي ينتشر في الكون. فالله يضرب لنا عن هذه الهداية مثالا: مثل نوره كمشكات. المشكات
الطاقة في الحائط، فيها مصباح. المصباح كان أول طبعا إناء فيه زيت، له فتيل يسمونه الفتيل، الزبالة التي تضيء. هذا الفتيل يمتص الزيت فيشتعل طرف الفتيل، لا يحترق الفتيل إنما يحترق الزيت في الفتيل فيعطي نور. فيقول ربنا فيها مصباح، يعني فيها فتيل مشتعل. المصباح في زجاجة، موضوع في زجاجة من الزجاج، والزجاجة طبعا تعكس النور، وإذا كانت صافية تجسمه وتضخمه. الزجاجة كأنها كوكب دري، الكوكب النجم المشتعل المنير، دري يعني متوهج. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة. هذا المصباح لابد له من وقود. ما هو الوقود الذي المثل يخاطب به الناس في زمنهم؟ يوقد هذا الفتيل من الزيت، يوقد من شجرة زيتونة. ما بصح توقده من شجر التفاح، عصير التفاح لا يشتعل. طبعا لم يعرف البشرية قبل 100 سنة البترول والبنزين، أو قبل 200 سنة، إنما كانوا يشعلون الفتيل في الزيت. يوقد من شجرة زيتونة. انظروا هنا إلى الإعجاز. معنى الإعجاز يعني الذي ورد في هذه الآية يدل على أن هذا القرآن ليس من صنع محمد، إنما من الله تبارك وتعالى، لأن محمد عليه الصلاة والسلام لا يعرف من الزيت إلا أنه يشتعل عن طريق الفتيل. لو حطيت خدت عود السقاب وغطيته في الزيت وهو مشتعل تنطفئ، ولكن الفتيل تعطي فيعطي قليل من الزيت فيشتعل. هذا ما يعرفه محمد صلى الله عليه وسلم والبشرية كلها. ولكن أن يكون الزيت مختلفا، هذا لا يعرفه محمد صلى الله عليه وسلم. كيف مختلف؟ يعني يختلف الزيت من شجرة زيتون إلى شجرة زيتون أخرى، من شجرة زيتونة لا شرقية ولا غربية. الشجرة الزيتونة عندما تكون في الشرق وفي غربها يوجد جبل مثلا أو شيء مرتفع، بحيث أنه بعد الظهر بقليل تذهب عنها الشمس ولا تصيبها الشمس، هاي إذا كانت شرقية. الغربية بالعكس، تصيبها الشمس من الغرب وفي طرفها الشرقي حائط أو حائل أو جبل لا تصيبها الشمس. فربنا قال لا شرقية ولا غربية، يعني الشمس تصيب هذه الزيتونة طيلة النهار. ماذا في الشمس؟ هنا بقى الإعجاز. كيف عرف محمد صلى الله عليه وسلم هذا؟ الله تبارك وتعالى هو الذي ينزل القرآن والذي يعرف، هو الخالق. الشمس عندما تتعرض أوراق الزيتونة وكل الأشجار الخضراء والزيتونة بشكل خاص من أجل إنتاجها، عندما تتعرض للشمس طيلة النهار يصفو زيتها. لماذا؟ لأن أوراق الشجر بواسطة أشعة الشمس تأخذ غاز الفحم CO2 فتحجز منه الفحم C وتطلق الأكسجين غاز الفحم O2. فهذا الفحم يكون من المركبات الهيدروكولية المهدرجة التي تأخذها هذه الشجرة فتكون في الثمرة الزيت. فإذا كانت الشجرة معرضة لأشعة الشمس طيلة النهار يكون الزيت صافيا. قال تعالى يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. الزيت من صفائه كأنه يعطي نور، انعكاسات يعني للنور، ولو لم تمسسه نار. إذن زيتونة لا شرقية ولا غربية، إنما تصيبها الشمس ليس من الشرق فقط ولا من الغرب فقط، بس بل طول النهار. يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. نور الزيت اللي هو صافي، وأيضا عندما يشتعل يعطي نور أفضل وأجود، وأيضا الزجاجة التي كأنها كوكب دري تعكس الأنوار وت
تقويها وتنشرها تصبح كأنها كوكب دري، وهذه تكون نور على نور تزداد الأنوار. هذه هداية الله تبارك وتعالى أنزلها على قلب محمد صلى الله عليه وسلم في هذا القرآن هداية للناس، فيه الآيات البينات وفيه المثل من الذين خلوا من قبلكم وفيه موعظة للمتقين، ينور الله به قلب المؤمن فيكون نورا على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، اللهم اهدنا لنورك وثبتنا على صراطك المستقيم. ويضرب الله الأمثال للناس، يضرب لهم الأمثال حتى يوضح لهم الحقائق. ويضرب الله الأمثال للناس مرارا وتكرارا في كتابه ليقرب إلى أذهانهم المعقول والاعتقادات فيصوها بصيغة الأشياء الواقع أمامهم. ويضرب الله الأمثال للناس أي يقربها إلى أفهامهم بواسطة الأمثال، والله بكل شيء عليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم لا تغلق قلوبنا عن الحق يا رب العالمين، واشرح صدرنا للحق وثبتنا على الصراط المستقيم، والحمد لله رب العالمين. كنتم مع قرآن وواقع والشيخ الدكتور عبد الله سلقيني.